ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تدريب اللعب اللي سميناه احنا تمارين متعلقة باللعب. فهاي التمارين المتعلقة باللعب هي الأساس في كرة القدم. هناك تدريبات شائعة ومعروفة 8 ضد 8، وتلعب في ساحة 40 في 60 ياردة، وتقسم إلى 3 أثلاث أو مناطق، ويتم وضع شروط التدريب بناء على هذه المناطق. يعني هناك يعني نماذج كثيرة موجودة، وهي من التمارين الشائعة واللي تعتمد على ما يعرف بنقل الكرة من منطقة إلى منطقة، يعني من الدفاع للوسط للهجوم وبالعكس. هاي التمارين إخواني جيدة في حال استخدمت لتطوير وتحسين البناء. يعني أنا الآن ما أريد الكرة تلعب من منطقة عبر منطقة الوسط لمنطقة الهجوم، يعني من الثلث، خلينا نسمي أثلاث، من الثلث الدفاع لثلث. أريد الكرة أشترط عليها أن تنتقل من ثلث إلى ثلث، يعني بالتتابع، فمن الدفاع نبني للوسط ومن الوسط نبني للهجوم وهكذا. وهي تمارين كثيرة كثيرة، لكن في هذا التمرين كما تلاحظ أنا يعني أركز على البناء إضافة إلى ما يعرف بلعب الكرات العكسية. يعني هذه المسافة بين لاعبين ذولا أجنحة يعتبرون للفريق الأزرق، يلعبون كرات عكسية على هذا الهدف، وذولا لاعبين أجنحة أحمر يلعبون على هدف الفريق الأزرق كرات عكسية فقط، غيرها ما يلعبون أي كرة. بس إذا جتهم الكرة يحاولون يلعبون كرة عكسية وين داخل المنطقة المحددة لهم. شوف ذني العلامتين، فداخل هاي المنطقة يتحركون يستلمون من فريقهم الأحمر، يحاولون يلعبون كرة عكسية أرضية أو عالية بأي شكل من الأشكال، كرة قاطعة، يعمل دحرجة للخط هنا ويلعب كرة قاطعة، أي كرة تلعب من هاي منطقة الجناح يسمون. فالفريقين عندهم لاعبين أجنحة يلعبون في منطقة الجناح المحددة ب 15 ياردة أقل 10 ياردات، والمنطقة البين ذني منطقتي الجناح تكون منطقة واسعة. ولذلك بما أنه أنا أركز على كرات عكسية فأوسع هاي المنطقة إلى 50 ياردة، يعني أسويها 50 في 60، يكون أحسن 50 ياردة، فيكون عندي منها 25 ومنها 25. الكرات العكسية مو شرط إلا تلعب من مسافات من خارج منطقة الجزاء، بعض الأحيان تلعب من مناطق حول منطقة الجزاء حولها. فأنا أريد الآن ألعب الكرات الجانبية العكسية العرضية، المهم أريد قبل ما يسجل الهدف أنه الكرة تأتي من الأطراف. على واحد في عندي لاعبين أبيض هنا، ذول الاثنين هم يلعبون بنفس الشيء بنفس المنطقة هاي الجانبية المحددة، ذول يلعبون مع الفريق الحائز على الكرة دائما لكن ضمن منطقتهم، لا يخرجون ولا يشاركون داخل الساحة وإنما يبقون في المنطقة المحددة للعبهم. فيكون عندي هناك من تكون الكرة عند الفريق الأزرق، الفريق الأزرق بالحقيقة يعني الآن عند الكرة دي يهاجم هذا الهدف الفريق الأحمر، وعند 2 يفيدون بالبناء على جانبي منطقة الوسط، وعند 2 يفيدون في لعب الكرات العرضية أو العكسية على هدف المنافس. فيكون لعب فيه من البناء الكثير. لماذا فيه من البناء الكثير؟ لأن الفريق الحائز على الكرة عنده أدفانتج كبير أنه يبني لعب، لأن عنده 4، شوف 1 2 3 4 عندما يهاجم هدف الفريق الأحمر، وبالعكس الفريق الأحمر عنده 4، 1 2 3 4 عندما تكون الكرة معه.
اشتراط التعليمي في البناء اشتراط جيد في هذا التمرين. يعني ما وضعت الزيادة العددية لهذا الفريق الحائز على الكرة أي منهما سواء الأحمر إلا لسبب أنه أعطيهم فرصة أكبر أن يبنون اللعب، يبنون بما يعرف بالشورت الفاست باسنج والحركة الدائمة داخل الأثلاث ذني الثلاثة. فهاي من التمارين الشائعة التقليدية الجيدة، لكن شوف الدائرة اللي على اللاعبين الأبيض هي الحقيقة إضافة للفعالية، لأن الفعالية الجوهرية لهذا التمرين أنه اللاعبين الأجنحة الأزرق يلعبون مع الفريق الأزرق على طول الساحة، مثلا رايحين جايين رايحين جايين، بينما الفريق الأحمر هم عنده اثنين أجنحة محدد لعبهم داخل منطقة يسموها الجناح، بشوف العلامات تفصلها عن منطقة الساحة، هم يروحون ويرجعون يروحون ويرجعون على كل الساحة. أنا ما ارتضيت بهذا اليوم، أنا اليوم حددت لعب الأجنحة كل اثنين في ساحة المنافس على الأجنحة، ووضعت اثنين آخرين بلون ملابس مختلف عن الفريقين في منطقة الوسط لكي يكونون لاعبين ساندين للفريق الحائز على الكرة. ساندين يعني إعطاء الفريق الحائز على الكرة خيارات أكثر لعملية ما يعرف بلعب البناء. هذا نوع من أنواع التمارين اللي نسميها Game Related Practice، يعني لعب متعلق بالتدريب، وهو بالحقيقة تدريب لعب متعلق بما يعرف بتدريب حيازة الكرة لأجل نخلق فرص التهديف ونسجل على هدف المنافس. ممكن أن الآن بناء على هاي الفعالية تغير أنت من شروط الفعالية وتخليها شروط لصالح هدفك التدريبي. أنا الدكتور موفق المولى، واليوم إن شاء الله بإذن الله 23/10/2020، وتحياتي للجميع، وجمعة مباركة بإذن الله تعالى على البشرية جمعاء، وخيركم من صلى على سيدي رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا جزيلا.